بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ دكتور تيبي عبد الغني، مسؤول ميدان تكوين العلوم الاجتماعية والإنسانية. مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب الذي يعنى بشرح ميدان التكوين لطلبة الحائزين على شهادة البكالوريا 2024-2025. بداية أهنئ الطلبة الأعزاء الذين تحصلوا على شهادة البكالوريا لهذا العام، أقول لهم مبارك عليكم النجاح ومرحبا بكم في رحاب جامعتنا جامعة محمد شريف سعدية بسقراس. فككل الكليات سنعرض اليوم عليكم أيها الطلبة الأعزاء مختلف الشعب الموجودة عندنا في كليتنا. الكلية تتضمن ثلاث شعب في ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية. ستجد أيها الطالب العزيز شعبة العلوم الاجتماعية، ثم شعبة التاريخ، وشعبة الإعلام والاتصال، وقد وافقت الجهات الوصية على شعبة أخرى الرابعة وهي شعبة علم النفس، ستدرسها بإذن الله ابتداء من هذا العام. أقول لك أيها الطالب، قبل أن تقوم بالتفكير في اختيار شعبة مناسبة لك، عليك أن تتيقن ابتداء من قدراتك المعرفية وكذا قدراتك العلمية لأجل اختيار أيها أنسب إليك. وستقوم هذه الشعبة بتسييرك للاختصاص المناسب في السنة الثالثة. ستجد تفصيل ذلك عند زملائنا الأساتذة المختصون في كل في تخصصه، علم النفس، علم التاريخ أو التاريخ العام، وكذا الاتصال والإعلام. إذن أيها الطالب، لا ينبغي عليك أن تتبع الميول فقط في اختيارك لشعبة معينة، بل عليك أن تقوم بمقارنة الميول ثم القدرات المعرفية أو العلمية التي لديك. بمعنى أنه إذا كان لديك ميول لشعبة معينة ولا تمتلك القدرات لدراستها، فهذا سيوقعك فيما بعد في الصعوبات لإتمام دراسة في تخصص السنة الثالثة. وعليه فالقدرات المعرفية والقاعدة المعرفية التي تمتلكها أو امتلكتها في السنة الأولى، جذع مشترك علوم اجتماعية أو إنسانية، هي التي ستؤهلك فيما بعد وتبصرك بأيها أنسب من الشعب التي هي موجودة في السنة الثانية. معلوم أن الجذع المشترك في السنة الأولى يؤهلك أو يفتح لك يعني بصيرتك على ما يمكن أن تدرسه في السنة الثانية من شعب الأربعة التي ذكرناها، ثم فيما بعد التخصص الذي ستكمل به مسارك الدراسي في الليسونس في السنة الثالثة. إذن عليك أن تركز ابتداء من السنة الأولى. السنة الأولى ستفتح لك عينيك على مداخل للشعب في السنة الثانية. وعليه ميدان العلوم الاجتماعية والإنسانية في السنة الأولى يتضمن شعب وتخصصات، فكلما كنت مركزا أكثر على ما تريده في التخصص في السنة الثالثة هو موجود كمدخل في السنة الأولى. ستعرف ما الذي ستختاره كتخصص في السنة الثالثة ابتداء من السنة الأولى، تدرس السنة الثانية كشعبة، ثم تتخصص بعد ذلك في السنة الثالثة. تفتح لك أيضا كليتنا في أو ما بعد مرحلة الليسونس فرص التكوين في الماستر. الماستر موجود أيضا في جميع الشعب المفتوحة عندنا في كليتنا، وكليتنا أيضا تتوفر على حظوظ المشاركة في الدكتوراه يعني في التخصصات المذكورة. أتمنى لك أيها الطالب
يعني مزيدا من النجاح في المشوار اللاحق وموفق بإذن الله.